الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنوات ثانية ثانوي علمي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع تصحيح الاختبار الأول، إذا بالتوفيق للجميع. إذا وصلنا في المسألة إلى السؤال الثالث، لاحظوا معايا. إذا يقول السؤال الثالث ادرس إشارة الفرق f لx ناقص 3x ناقص 2، ثم استنتج وضعية سي اف بالنسبة لدلتا. إذا لاحظوا معايا، عندما طلب منا دراسة إشارة الفرق f لx ناقص 3x ناقص 2، نلاحظ أن ناقص 3x ناقص 2 لقيناها من قبل في السؤال الثاني، هي معادلة المماس عند الصفر، وسموه في السؤال دلتا. إذا نكتب دلتا معادلته هي إكراك يساوي ناقص 3x ناقص 2. إذا هنا واش راني ندرس؟ راني ندرس الفرق f لي x ناقص دلتا. إذا ممكن نكتب هنا باش فقط نشرح لكم f لي x ناقص دلتا. هنا راه يدرس وضعية المنحنى بالنسبة للدلتا، شفناه في الدرس. إذا كان هذا الفرق موجب فإن سي اف يقع فوق دلتا. إذا كان هذا المقدار سالب فإن المنحنى سي اف يقع تحت دلتا. أما إذا كان اف لي إكس ناقص دلتا يساوي صفر، فإن المنحنى سي اف يتقاطع مع دلتا في الفاصلة ذات اللي لقيناها من قبل. لاحظوا معايا، إذا ندرس الفرق نعوض اف لي إكس. ما هي عبارة اف لي إكس؟ عبارة اف لي إكس نعوضها كما هي، طبعا إكس مكعب ناقص 3x ناقص 2 ناقص، الآن ناقص في ناقص ننشر زائد 3x، ناقص في ناقص 2 زائد 2، ثم نغلق العارضة نتابع. ثم هنا نلاحظ أن، لاحظوا معايا، بقى لي x مكعب ناقص 3x زائد 3x يروح، ناقص 2 زائد 2 يروح. إذا الفرق، لاحظوا معايا نعود لكم، f لي x ناقص دلتا يساوي x مكعب. إذا كيف أدرس الإشارة؟ نعلم أن ال x مكعب ليس دائما موجبا، إذا راح ندير جدول نشوف متى ينعدم، متى يكون موجب، متى يكون سالب. ندير جدول إشارة، لاحظوا معايا درت جدول، هنا ندير x وهنا ندير x مكعب، أو هذا الفرق نسميه كامل dx باش ما نعاودش نكتب اف لي اكس ناقص دلتا. اذا دي اكس تاعي اللي هو اكس مكعب متى ينعدم؟ نعلم انه اولا راني ندرس على ار من ناقص ما النهايه زائد ما النهايه الجدول تاعي، نكتب مجموع التعريف. ثم اكس مكعب ينعدم عند الصفر، لماذا؟ لان صفر مكعب هو صفر. ثم على ناقص ما النهايه صفر، اكس مكعب كيف يكون؟ لاحظوا معايا، كون ندي اي قيمه، مثلا ندي أي قيمة، ناقص واحد، ناقص واحد، لاحظوا معي ناقص واحد، الكل مكعب راح يكون ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد. كم من مرة هناك ناقص؟ ثلاث مرات. إذا ناقص في ناقص زائد زائد في ناقص ناقص واحد. إذا كل الأعداد السالبة بالنسبة لإكس مكعب هي تولي أعداد سالبة. إذا قلت ينعدم عند الصفر الإكس مكعب، ويكون من ناقص ما النهاية صفر سالب، ومن صفر زائد ما النهاية يكون موجب، لأن أي عدد موجب كي نضربه ثلاث مرات زائد في الزائد في الزائد يكون موجب. إذا لقينا الإشارة، قلنا دلتا إكس هو إف لي إكس ناقص دلتا. إذا هنا كيف يكون المنحنى سي إف؟ هنا راح يكون سي إف، أو نكتب مباشرة، نقول لما إكس ينتمي إلى ناقص ما النهاية صفر، مجال مفتوح، واش صرا؟ اف لي اكس، عندنا اف لي اكس، لاحظوا معايا، اف لي اكس ناقص دلتا واش يكون؟ يكون اقل تمام، نعم اقل تماما من الصفر. واش معناتها؟ معناتها التفسير البياني ان قلت لما اكس ينتمي الى ناقص ما النهاية صفر، الفرق اف لي اكس ناقص دلتا يكون اصغر تماما من صفر، هذا يعني ان سي اف يقع تحت المستقيم دلتا. لما اكس ينتمي الى صفر زائد ما النهايه المجال مفتوح، عندي الفرق اف لي اكس ناقص دلتا اكبر تماما من الصفر، منه سي اف يقع فوق المستقيم دلتا،
أخيرا لما x يساوي صفر، الفرق f لx ناقص دلتا يساوي صفر، هذا يعني أن cf يقطع المستقيم دلتا. هذه هي دراسة إشارة الفرق أو بطريقة أخرى وضعية المنحنى بالنسبة للمستقيم المبس. نتابع مع بعض. يقول برهن أن النقطة E ذات الإحداثية 0 2 هي مركز تناظر للمنحنى CF. إذا أولا راح نذكركم ما معنى كيف تكون، متى تكون نقطة ذات الإحداثية ألفا وبيتا هي مركز تناظر للمنحنى. إذا تكون، نقول تكون النقطة E نسميها تكون E ذات الإحداثية ألفا بيتا مركز تناظر للمنحنى CF، لازم عليكم تعرفوها عن ظهر القلب هذه، إذا كانت المساواة التالية محققة. أي مساواة؟ لازم تكون F لي نعوض 2 في ألفا ناقص X زائد F لي X لازم تساوي 2 في العدد بيتا. إذا تحققت هذه المساواة نقول في هذه الحالة أن إي ذات الإحداثية ألفا بيتا أنها مركز تناظر. إذا نبدأ على بركة الله. إحنا ألفا تاعنا هنا في هذه الحالة إي تاعنا كم تساوي؟ تساوي صفر اثنين. إذا ألفا تساوي صفر وبيتا هي العدد اثنين. إذا نعوض تولي لي إف لاثنين في صفر ناقص إكس زائد إف لإكس. الآن نتحقق من المساواة التالية 2 في بيتا اللي هي 2 اللي هي 4. إذا كيف أتحقق من هذه المساواة؟ لاحظوا معي F 2 في 0 0، لازم نتحقق أن F لي ناقص X، F لي ناقص X زائد F لي X تساوي 4. كيف أتحقق من ذلك؟ أنطلق من الجهة اليسرى اللي هي F لي ناقص X زائد f لي x، نشوف ماذا تساوي. إلى لقيتها 4 فإن E هي مركز تناظر، ولكن نبهكم أن عندما يقول لكم برهن فإنها حتما راح لازم تلقوها 4. إلى ما لقيتوهاش تساوي 4 هناك خطأ في التعويض أو في العلاقة. نبدأ على بركة الله. f لي ناقص x ماذا تساوي؟ إذا راح نعوض ناقص x الكل مكعب، لأن عندي وش عندي؟ عندي نذكركم أن f لـ x ماذا تساوي؟ تساوي x مكعب ناقص 3x ناقص 2. هذه هي عبارة f لـ x. إذا كي نجي نعوض بناقص x نكتب ناقص x، حذاري الكل مكعب، كأنني نعوض هذا الـ x بناقص x ناقص 3، عوضا ما نكتب x وش نكتب؟ نكتب ناقص x، جيد، ناقص 2 نا زائد الآن عبارة f لي x كما هي، يعني اللي هي x مكعب ناقص 3x ناقص 2. أتابع دائما f لي ناقص x زائد f لي x ماذا تساوي؟ تساوي ناقص x الكل مكعب ناقص في ناقص زائد في ناقص ناقص x مكعب. هنا ناقص 3 في ناقص x زائد 3x ناقص 2. هنا زائد x مكعب. أنا نمشي لكم خطوة بخطوة باش ما تقولوليش مين جات. إذا نتابع هنا، فقط لم أنتبه هنا، اعذروني. هنا النقطة E هي، نعاود، هي ناقص 2 وليس 2، أعتذر منكم مرة أخرى. النقطة E هي 0 ناقص 2، وبالتالي بيتا تاعي هي ناقص 2. أعتذر وأعتذر مرة أخرى. هنا 2 في ناقص 2 راح تخرج لكم ناقص 4. إذا اعذروني لم أنتبه، كتبت مباشرة 2 ناقص 2. إذا لازم نلقاوها F لي ناقص X زائد F لي X تساوي ناقص 4. إذا حذاري مثل هذه الأخطاء راح تجيب لكم تروح لكم العلامة. إذا ركزوا معايا فقط. أعلم أن الجميع يقول لقد نسيت ناقص 2، ولكن هذا لعدم تركيزي. إذا ثم نتابع. هنا لاحظوا معي ناقص x مكعب زائد x مكعب تروح، زائد 3x ناقص 3x تروح، وش يبقى لي؟ يبقى لي ناقص 4. عندما شفت النتيجة أنها تخرج لي ناقص 4، ما نكذبش عليكم ونكون صادقة معكم، عندما لاحظت أن النتيجة راح تكون ناقص 4 انتبهت أن درت خطأ. لاحظوا مم الأستاذ ممكن يدير خطأ، أي عبد أي إنسان، نحن جميعا خطاؤون أو
ممكن ننساو او ممكن عدم التنبيه او التركيز. اذا كي تلقاو يعني جات بصلاح، يعني غلط لقيتها ناقص 4، كي تلقاو النتيجة ناقص 4 وليت قلت يعني غير ممكن ان تكون 4 تجيني هي في الحق نلقاها 4 ولقيتها ناقص 4، مباشرة وليت للإحداثية التائية. اذا ايه هي 0 ناقص 2، وليت الموضوع التائي لقيت ان إحداثيات هي 0 ناقص 2. اذا اقول رب ذرة ذرة نافعة. اذا جات بصلاح باش تشوفوا بلي عندما يكون عندكم خطأ ولوا للإحداثيات، ما تخلعوش بكل هدوء، نلقاو الخطأ ان شاء الله، المهم اننا نتدارك الخطأ. اذا ركزوا معايا، اذا بعدما تحققت العلاقة المطلوبة واش نقول؟ نستنتج. ماذا نستنتج؟ نستنتج ان اي ذات الإحداثيات 0 حذاري ناقص 2 وليس 2 هي مركز تناظر المنحنى لي سي اف. اتمنى فقط انني وفقت في شرح هذا السؤال. نتابع. اذا ركزوا معايا الجزء الاخير من المساله، يقول اش داله معرفه على ار بالعباره التاليه، اش لي اكس يساوي اف لي ناقص القيمه المطلقه لي اكس. قبل ما ندخل في الجزء الثالث هذا، حبيت ندير لكم ملاحظه انني وضعت استنتاج، كيفيه استنتاج منحنى انطلاقا من منحنى اخر، وهذا المنحنى راح يكون اظن انه 3 حالات بالقيمه المطلقه اللي يحب يولي ليه، ولكن كانت لدروس السنه الثالثه ثانوي، ولكن انا اقول لكم هي ايضا لكم لسنوات الثانيه. اذا اللي يحب يتعمق في هذه الدروس ما عليه الا يولي الفيديوهات تاعي، وين سميته كيفيه استنتاج منحنى انطلاقا من منحنى معروف، اذا ما عليكم الا العوده عليه، ولكن راح نشرح في هذا السؤال بالتبسيط. يقول السؤال الاول ادرس شافعيه الداله اش. ما معنى دراسه شافعيه الداله؟ معناتها هل الداله زوجيه ام فرديه؟ كاينين بزاف منكم لحد الان يقول ما معنى شافعيه الداله؟ شافعيه الداله هي هل هي زوجيه ام فرديه؟ هنا لكي ندرس شافعيه الداله هل هي زوجيه ام فرديه، واش راح ندير؟ اولا بالنسبه للزوجيه والفرديه، الشرط الاول لازم الاثنين لازم يكون المحقق، هذا الشرط ينطبق على الزوجيه، الداله الزوجيه والداله الفرديه. الشرط الاول ان يكون مجموعه التعريف اللي هو هنا عفوا اش، مجموعة تعريف الدالة اش اللي هو ار يكون متناظر بالنسبة للصفر. وش معناتها متناظر بالنسبة للصفر؟ يعني مهما يكون اكس ينتمي الى ار فان حتما ناقص اكس ينتمي الى ار، هذا هو معناتها متناظر بالنسبة للصفر. هذا اول شرط. ثاني شرط وش راح ندير؟ ركزوا معايا نوري لكم المنهجيه الصحيحه. اولا راح نحسب اف لناقص اكس، هناك حالتين ممكن نلقى اف لناقص اكس هو اف لاكس. في حاله وين نلقى اف لناقص اكس يساوي ناقص، لانني كتبت اف لناقص اكس عذرا منكم، رانا ندرسوا الداله اش شفعيه الداله اش، اذا نكتب اش لناقص اكس اذا كانت تساوي اش لاكس. في هذه الحاله واش نقول؟ نقول ان الداله اش زوجية لأنها تحقق الشرط اش لناقص اكس تساوي اش لاكس. أما في حالة وين نلقاها تساوي ناقص اش لاكس، في هذه الحالة نقول أن الدالة اش فردية. إذا نبدأ على بركة الله، نكتب اش لاكس تاعي هي اف لناقص القيمة المطلقة لاكس، نبدأ نحسب اش لناقص اكس ماذا تساوي؟ تساوي اف نفتح قوس ناقص نخليه كما هو، اذا ناقص القيمه المطلقه لي اكس ونغلق القوس. حنا نعلم ان القيمه المطلقه لناقص اكس دائما تساوي القيمه المطلقه لي اكس، شرحتها لكم من قبل. اذا هذه راح تساوي لي اف لناقص القيمه المطلقه لي اكس، عاودت وليت للداله اش لي اكس. اذا انطلقت من اش فتحه لي اش لناقص اكس لقيتها تساوي اش لي اكس، وبالتالي واش نقول؟ واش قلت لكم؟ نستنتج ان اش داله زوجيه طبعا على ال.
إذا بعدما انتهينا من هذا السؤال نعود على بركة الله للسؤال الأخير. لاحظوا معايا، يقول السؤال الأخير: اعتمادا على المنحنى سي اف، اشرح كيف يتم رسم سي اش ثم رسمه في نفس المعلم. لاحظوا معايا، أولا بما أن الدالة اش زوجية ما ننسوش نكتب الجملة أن سي اش راح يكون المنحنى البياني لسي اش متناظر بالنسبة لمحور التراتيب. هذه جد جد مهم بالنسبة لمحور التراتيب. إذا راح نستعمل زوجية الدالة في رسم المنحنى. ثم بعد ذلك كيف أرسم سي اش انطلاقا من سي اف؟ احنا وش عندي؟ عندي أولا عندي اش لي اكس ماذا يساوي؟ راح نكتب عبارة اش لي اكس بدون القيمة المطلقة. إذا كيف أكتب اش لي اكس بدون القيمة المطلقة؟ عندي القيمة المطلقة لي اكس تساوي اكس إذا كان اكس أكبر أو يساوي صفر، وتساوي ناقص اكس راح نستعمل هذه إذا كان اكس أصغر أو يساوي صفر. إذا نكتب اش لي اكس تاعي راح يكون يساوي اف لي ناقص بدون قيمة مطلقة، نكتب ناقص اكس متى؟ عندما يكون اكس أكبر أو يساوي صفر، ويساوي اف ناقص، نكتب الآن القيمة المطلقة بدون قيمة مطلقة راح يكون ناقص اكس. لماذا؟ لأن اكس تاعي أصغر أو يساوي، نكتبها لكم مرة أخرى، القيمة المطلقة لـ x تساوي ناقص اكس. إذا عوضت القيمة المطلقة لـ x بناقص اكس، وهنا عوضت القيمة المطلقة لـ x تساوي اكس، باش تقول ما تقولوليش مين جات. ثم بعد ذلك h لـ x تاعي ماذا تساوي؟ تساوي f لناقص x في حالة x موجب أو يساوي صفر، ويساوي f هنا ناقص في ناقص زائد x في حالة x أصغر أو يساوي صفر. إذن لاحظوا معايا، h لـ x تساوي f لـ x على المجال ناقص ما لا نهاية صفر. إذن على المجال ناقص ما لا نهاية صفر ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن سي f ينطبق على سي h. نقول إذا راح ندي فقط هذا المجال. لاحظوا معايا، لما x ينتمي إلى ناقص ما نهاية صفر، وش عندي؟ عندي h لـ x يساوي f لـ x. لماذا اخترت هذا المجال؟ لأنه أسهل، عندي تطابق بين سي f و سي h. نقول أن سي h ينطبق على سي f، يعني المنحنى سي اش راح يكون نفسه سي سي اف ولكن على ناقص ما لا نهاية صفر. إذا نجيب لكم المنحنى ثم ننتقل لتكملة الجزء الثاني على صفر زائد ما لا نهاية. نجيب لكم الشكل. إذا لاحظوا معايا، قلت على ناقص ما لا نهاية لغاية الصفر، أين هو المنحنى البياني للدالة؟ المنحنى البياني للدالة هو هذا الشكل، ديره لكم بالأحمر، هذا هو هذا الشكل، يعني هذا المنحنى إلى غاية يحبس عند أين؟ يحبس عند ناقص 2. إذا سي اف راح يكون، إذا هذا الجزء من المنحنى راح يكون سي اش، طبعا على ناقص ما نهاية صفر، إذا يحبس المنحنى تاعي هنا. ثم واش راح ندير؟ كيف أكمل الجزء المتبقي يعني من صفر زائد ما النهاية؟ راح ندير بما أن اش دالة زوجية والمنحنى البياني تاعها متناظر بالنسبة لمحور التراتيب، إذا راح ندير ليه، عفوا هذا المستقيم، أعتذر منكم، فنكمل الرسم على المجال صفر زائد ما النهاية. نكمل الرسم، إذا نقول نكمل رسم سي اف بالتناظر الجزء المرسوم، يعني الجزء اللي رسمناه بالنسبة لمحور التراتيب. يعني وش معناتها؟ معناتها رسمت جزء، كيف نكمل على صفر زائد ما النهاية؟ راح ندير بالتناظر مع محور الجزء اللي رسمته، ندير له تناظر بالنسبة لمحور التراتيب. نعود إلى الشكل. إذا لاحظوا معايا، من الشكل خذيت لكم فقط جزء المنحنى سي اف، هذا سي اف، لاحظوا سي اف الجزء فقط من ناقص ما النهاية
الى غايه الصفر، الجزء ديت فقط الجزء المرسوم في نقص ما نهاية صفر. لماذا؟ لان قلنا على صفر، على صفر، على نقص ما نهاية صفر، واش قلنا؟ قلنا ان سي اف ينطبق، او سي اش هو نفسه سي اش، سي اش هو نفسه سي سي اف. اذا بعد ما رسمت فقط الجزء، لان الجزء الثاني ما نسحقوش، الان راح ندير تناظر لهذا الجزء بالنسبه لمحور التراتب. اذا النقطه هذه نقطه صامده، راح تبقى نفسها ما تتغيرش، يعني صفر ناقص 2 صورته، يعني التناظر تاعها بالنسبه للتراتب تبقى نفسها. ثم ندير نظيره صفر ناقص 1، نظيره صفر ناقص 1 بمحور بالنسبه لمحور التراتب راح تخرج لي صفر 1. اذا المنحنى تاعي يمر من هذه النقطه، من هذه النقطه، مثلا دي النقطه هذه اللي هي ناقص 1.5 ناقص 1 هكذا. نظيرة تاعها راح تخرج لي 1.5 1.5 وناقص 1. طبعا النظيرة دائما ترتيبا تبقى نفسها، اذا المنحنى يمر من هذه النقطة. اخر نقطة نديها مثلا ندي النقطة هذه، لان شفتها في البيان نقط باينة، اذا هي النقطة راح تكون، لاحظوا فقط نسقطها على محور الفواصل، حنبقى